اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أيها الإخوة المؤمنون، من هنا من الساحة العامرة الطاهرة، ساحة آل عبدين وآل عجور، في ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة، شرفنا بالسادة الأعلام، السادة العمر، السيد العمدة حمدي بيك، وعمدة كفر صالح، كفر أحمد صالح، والأستاذ الدكتور هيثم سعيدة، والسيد العمدة الحاج محمد ياسين، عمدة العمد وعمدة مشتول القاضي، ونجله الكريم رمزي بيك أبو زيد، والسيد العمدة الحاج شحتة، عمدة خلوة أبو حطب، والحاج عدلي شيخ البلد، وكل من شرف من أعلام هذا البلد الطيب ياله، وفضيلة الشيخ فهمي اليماني ابن قرية الشبراوين. مرحبين بكل من شرفنا من الرجال الغاليين، لكننا الآن سوف نستمع لكلمة، كلمة من فضيلة الشيخ السيد النقيرة لقرية ميت زافر بلد الرجال الأعلام، وهو صاحب الحظ الوافر في العلم وفي القول وفي الكرام. يتفضل فضيلة الشيخ السيد النقيرة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن جعل لكل مخلوق كتاب عنده، حمدا لمن جعل لكل أجل كتاب، حمدا لمن حكم على كل المخلوقات بالفناء وقضى لنفسه بالبقاء، حمدا للواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في ملكه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي نعاه ربه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين سلموا أمرهم كله لله ففازوا بخيري الدنيا والآخرة رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فيا أحبابي في الله، هكذا الدنيا والتي شرفنا القارئ الكريم بملخصها حينما قرأ، حينما قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لو نظرنا إلى هذه الكلمات المنيرات
ووجدنا الدنيا كلها لا تساوي شيئا إلا إنها كما لخصها الحبيب صلى الله عليه وسلم كمسافر استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لو نظر المرء منا إلى الدنيا لوجدها دنيا غرور بل دنيا فناء، دنيا حلالها حساب وحرامها عقاب، من عمل لها خسر ومن جعلها خلف ظهره هدي إلى طريق مستقيم. القارئ الكريم قال ولقد جئتمونا فرادا لا لباس لكم ولا جيوب لكم ولا ملك ولا ملك لكم. وحينما تأتون هذه الدنيا وتعملون لها فهي تغركم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظر إلى من عمل للدنيا، انظر إلى من فضل الدنيا على الآخرة، من فضل حب النفس وحب الهوى وحب الولد وحب الشيطان وصاحبهم جميعا وترك حب الله وحب رسول الله. انظر إلى من ملك الدنيا ماذا كانت آخرته؟ إن كان عادلا يعرف الله حق المعرفة هدي إلى الطريق المستقيم. هارون الرشيد كان يمشي في الصحراء ممن ملك الأرض الخلفاء، وكان يحب صيد الغزال وأكل الغزال، فهو في الصحراء قابل أعرابي وقال له من أنت؟ قال أما تعرفني؟ قال له لا. قال أنا الذي تشرق على ملك الشمس وتغرب عليه الشمس، أنا الذي أملك الأرض ومن عليها، أنا هارون الرشيد، أنا الخليفة. قال أما تعلم بأن ملكك هذا لا يساوي شربة ماء؟ قال له ازاي؟ قال لو انت في الصحراء دلوقتي بتصطاد وقد بلغ بك العطش مبلغ الهلاك، هتموت بالعطش، ومع رجل شربة ماء ستحييك من العدم، وطلب منك ان تكتب له نصف ملكك لتحيا، ماذا تفعل؟ قال له اشربها واكتب له نصف ملك. قال وان اردت ان تصرفها ان تبولها وقد امسكت بك ولم تستطع ان تبولها وجاء طبيب وقد طلب منك نصف مالك الآخر أتعطيه إياه؟ قال نعم. قال إذن ملكك هذا الذي تشرق عليه الشمس وتغرب عليه الشمس لا يساوي شربة ماء. حلو. لما يجي هارون الرشيد اللي هو ده برضه يموت، إيه اللي جرى؟ اللي كان بيملك الأرض وما عليها بقول انا الخليفة، حينما ما
أريد أن تحملوني إلى قبري لأراه. خدوني أشوف اللحد بتاع اللي هندفن فيه. فلما حملوه إلى هناك ماذا فعل؟ نظر إلى لحده ونظر إلى السماء وبكى. مالك الأرض الذي تشرق على ملكه الشمس وتغرب عليه الشمس نظر إلى قبره وبكى، ثم نظر إلى السماء وقال: اللهم يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. ولقد جئتمونا فرادى. ثم تلا قول الحق تبارك وتعالى: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إذن لا ينفع المرء إلا العمل الصالح، فمهما تعيش على الدنيا لا بد لك من أن تعود إلى أمك ألا وهي الأرض. مهما طال العمر لا بد من دخول القبر. فاعمل ليوم فيه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اعمل ليوم فيه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. حينما ننظر إلى هذا القول الكريم ننظر بأن المرء لا يرجع إلى ربه إلا بشيء واحد ألا وهو العمل. وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحديث الذي معناه: إذا مات العبد تبع جنازته أهله وجاهه وماله وحبيبه قريبه كل الناس وعمله، فإذا ما دفن دخل قبره رجع كل شيء لم يبقى معه إلا عمل. فإن كان خيرا كان قبره روضة من رياض الجنة، وإن كان شرا كان حفرة من حفر النار. أيها المسلم الكريم، لو نظرنا إلى الحبيب محمد وإلى أصحابه الذين لم يضعوا لهذه الدنيا اعتبار وكانوا يعملون ليوم فيه كل امرئ بما كسب رهين، فيه كل امرئ يقف أمام الله لا ينفعه إلا عمله، كم أعطوا وكم زهدوا في الدنيا. ننظر إلى عمر بن الخطاب ومن قبله أبو بكر ومن بعدهم عثمان ومن بعدهم علي ثم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ماذا حصلوا من الدنيا؟ والله ما حصلوا من الدنيا إلا العمل الصالح، لأنهم عرفوا بأنها ليست دار قرار بل هي دار فناء والآخرة دار بقاء. سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يخاف كان إذا سمع آيات العذاب أغشي عليه خر مغشيا عليه. سيدنا أبو بكر كان إذا قرأ القرآن لا يسمعه أحد من شدة بكائه. أين نحن؟ احنا فين؟ القرآن يقرأ وأصبحت المحافل دارا للتعارف والكلام والقصص. أصبح القرآن آخر ما يسمع، أصبح القرآن آخر ما يتدبر،
أصبح القرآن آخر ما نهتم به إلا ممن رحم الله منا المؤمنون ومنا دون ذلك. الله تبارك وتعالى حينما أراد أن يظهر في الآخرة أهل الخير وأهل الجنة ويظهر أهل، فجعل لأهل الجنة اليمين يومئذ تعرضون. ربنا اللي بيقول كده، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، تعالوا اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية. إيه هي العيشة؟ في جنة عالية قطوفها دانية. ثم يأتي الأمر من الله تبارك وتعالى، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الناس اللي عملت للآخرة، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. التخويل هو التوكيل، هو التفويض. ربنا جعلك حارس مخول موكل من قبل الله على ما رزقك من مال في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ابنك ربنا قال ايه؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولكن هنا انظر إلى أمر الله تبارك وتعالى، خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا، مش كده وبس، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نحن بعيدين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. احذروا من يوم فيه تجهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. احذروا يوما فيه من تغتلس من أجله وتسرق من أجله وتنصب من أجله وتشهد زور من أجله وتسرق من أجله وتعصي الله من أجله، ستتركه ويتركك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، زوجته وصاحبته وبنيه، لكل امرئ كل واحد يقول نفسي نفسي. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة. فستنا عائشة قالت يا رسول الله والرجال في وسط النساء كله يبقى عريان كده؟ قال لها يا عائشة الموقف أكبر من هذا. مال إيه؟ آنذاك يتمنى المرء الانصراف من مال الموقف ولو إلى النار. تدنو الشمس من الرؤوس، كل واحد يحاسب على الصغير والكبير، ما يلفظ من قول في الدنيا وما يتحرك من حركة في الدنيا، ولا يتكلم كلمة في الدنيا إلا لديه رقيب عتيد. آنذاك تنشر الكتب
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. أبويا الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب هيقرأ زي العفريت. اقرأ يا حبيبي اقرأ اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هيعترض واحد هيبقى من الجماعة اللي هم المعترضين يعني. انت عملت كده يقول لك لا مش سرقت يا شيخ يقول لك لا. طيب نشهد عليك من نفسك. ايده تقول اني سرقت. عينه يقول اني نظرت. رجله يقول اني مشيت. فرجه يقول اني زنيت. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. جلود جلد نفسه لما بتحكه كده في محرم تشهد عليك جلودك ثم تخاطبها لما شهدتم علينا. يردون عليك يقولون انطقنا الله الذي انطق كل شيء. لو علمنا هذا لاتقينا الله حق تقاته. لو علمنا باننا سنقف امام الله ونحاسب امام الله لاتقينا الله واتخذنا الحبيب صلى الله عليه وسلم شفيعا. لان الله تبارك وتعالى اتخذ حبيبه شفيعا ليشفع لامته. ولكن لمن؟ لمن؟ لمن حافظ على كتاب الله وسنة حبيبه. لان الله مجد حبيبه وصلى عليه ونحن تناسينا كتاب الله وتناسينا سنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم واصبحنا نعيش في ملكوت وكأننا باقين لا نغادر. كأننا سنخلد على الارض. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا. وقال لحبيبه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لو كانت الدنيا تبقى لأحد لكان الرسول أحق بأن يبقى. ولكننا تركنا كتاب الله نسينا الله فنسينا الله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لأن الحق قل فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالرجوع إلى الله. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ هذه المقولات نصب عينيك فاعمل ليوم فيه ترجع إلى الله. لا ينفعك إلا عملك ولن تجد هناك شفيعا إلا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قدمت من خير وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. وفي خاتمة كلمتي أتقدم بخالص عزائي إلى أهل هذا البلد الطيب الأمين وإلى كل مصاب بالراحلة الكريمة من آل عبدين أو من آل عجور أو من باقي هذا البلد الطيب المحترم الأمين. داعيا ربي أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يجعلها ممن تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكركم على حسن استماعكم. وشكر الله مسعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. شكرا.
فضيلة الشيخ السيد النقيرة ابن قرية ميت زافر على ما قدم من واجب وكلمته وفكره وعلمه الوافر، مع تقديم شكرنا للسادة العمدة حمدي كفر احمد صالح والدكتور هيثم سعيدة والعمدة محمد ياسين عمدة مشتول القاضي وندله رمزي بيك ابو زيد والعمدة شحتة عبد المجيد خلوة ابو حطب والاستاذ فهمي اليماني وكذلك الاخ العزيز الحج الصادق ابو حطب صاحب الصفحة الفعالة الخدمية لاخبار المنطقة كاملة. ايها الاخوة الكرام، باسم عائلات عبدين وباسم عائلات عجور، فالكل من الله مشكور ومأجور، وهيا بنا